سورة الذاريات. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروة، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع. فسورة بضو دشكرين أغبار سيسمى الربين ذحنين يتشور ذحنان الصوض دشكرين أغبار يستفقيث السوين يدمن في عكمين يشيقنا مغفور استذمي السهر تجلى سفين السويدك فرق الأمور المريكات شانس يكون وعدا بالصح الجزن ون أردي ضروم. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه من فيك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. استهنوا أمي برذان قثران الهدران ونثم خلاف بعض قاس محمد ذجزان بعض قرس ذم الداح بعض قرس ذم جنون ذم هور وين يتبع ذن فلاس غف محمد نغف القرآن ذو وين يتبع ذن في الحق أثقر حثي في الدفن وذي غرقن بالغفلة. يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. لست قسين سمسخر من مكي يصل الخلاص السن مرار غني ثمس أزن دينين عرض الثاني كوني شبولن أذواقين غيث حرم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. مذوذ يضوع عن ربي ذي الجنة ذي العوانصر الطفن دي نجن ديفكا ذفنسن نثني شرهن على جل قبلك النية اللان ذي الخير خدما اللان قرير مرات صن ستر قيض ذنفر لو النسحور نستغفر ذي الشنسن لحق سيفان اول المثلوم ذو مغبون. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. العلمة ذي القاعة يوذي من التحقيق ولذي هو سرع بال عن مرث ضرمرة ذي جهن رزق ون أيفور أذوين شكن وعدا أسباب التهنة وتمورث الحسبة ذا الصح أما كان لا تنتقم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. ما يبضد غورك الخبار إن بجونك إبراهيم وإذا عزيزنا في ربي مكش من غور سلما يرد سلم في اللسن إن يس هنو يكون السنغرة ينسر غلوة شولينس يقرد سعج مصحان يقربيث در غورسا إن يسن أهوتشث. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. إمد مصد نرى إخش مثل خف ديكسن أننا سوت شقاذ في الشرن تدد يسعق شيش
أذباب التموشنية توسع أشتيان ثمطوثيش فالشعقض ثكة ثذميش ثقار ثم عرثي عقرث محسوب التاج في مكان دارو أننا ساكيد دفغا ذاذي مديننا كان إشنا يضرب الرمور وثموشني ونسعي الحد حيزب قال فما خطبكم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمشرفين ينيسن إبراهيم الملائكات ذا شكون يدشقنا كان أو يجد سوشقعان ننسن سوشقعد أغريون القوم يمشو من أثنيد نرجم سيضرا بوكار ذي قرانا سواء لمن غرب بيك يويلي عدان ثلاث فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم نسفغ ذيك ست مرة يثمذنين قوم لوط شبني اللن ذي المؤمن وذي نفذين السلمان يونو خام كان ذيك ست نجد ذيك ست رشارة وذاك يتشوذن العثث النقرحن وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وكذلك ذي موسى مثل شجع غر فرعون سدرير يدي فنن فرعون يروح سزوخ يقراش ذا شحر نظام سلوب ندميث نتذور بعيش نضقرث نغلب حر نتيوفرر أبهدر وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء نتت عليه إلا جعلته كالرميم ذي عاد إميد شجع أظهر نسعين النفع الشمور في دي ججا أنسيوك دي عدان حاشم يرث غذ وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين ذي ثمود إمس ننان التمتعث كان شتسويعث حقرن رمرا بذنسن فدمثني يوث الصعقة نثني لتسمقولا ورجمير أذبدا وريلي واثني من عن وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين القوم النوح قبل كن اللنفان فرذان والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فيه نو نفنتس القوى أقرغ نزمري كل شيء ثمث قاعدة نسات قاعدة نغذ العريث كل شيء خرقت سين رصناف ذكرت النفع إما هذا دمكثيم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين إن يسن يور ورث دغور ربي أقرس غرس ذا من ذار يخنوي وندبينا أرتقم في ربي أشريخ النظنة عبذم أقرس غرس ذا من ذار يخنوي وندبينا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون أكام شنن فيديوسان غرودي اللان قبر سن نثنين دس قرن دس حار نغذى مهبول
أنا ذا موسم وصان لا نهني ذا القوم مجهار. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تخر في اللسن جثا اشترش في الله اللوم السمكثي دياك السمكثي ينفع وذك يمنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أرد خلق الجن ذو الإنس حشني وكنا يعبذا أرفغي غذي سن الرزق أرفغي غي الشتشن هذا ربني ذا الرزاق ذو القوة سمقرات. فإن للذين ظلموا ذنوب مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. وإذا كك النظر من أسعان النصيف ذي العثاب أم إذا كنت نشبان في حر محر غرص أثوغث الكفار أغفس نترجون